بقوسي ما راح تصدقوا، راح ابلع لساني. انا عند القنطره عند مروان نعيمه قرب يضيفني قهوه، قلت انا شو بلا ذوق جايب لي بلاستيك مطعوجه. اوكي طلعوا. طب ليش طعجت من ميلي ما طعجت من غير ميلي؟ بقى جيت قلت له ولو مش عيب جيبها مطعوجه حتى بشيء ازاز. قال ما هيدي ازاز. تخيلوا ليكو شو مهضومه واوريجينال. اصلا عند مروان كل شيء اوريجينال، ليكو التابلويات، ليكو البورسلين، ليكو التابلويات هونيك والكتب واللابتوب والجرايد يلي حطتهم على الكونتوار والقدم كتير، والجرايد على شو اسمه. عن جد كتير مهضوم. وهول ليك شو مهضومين، انا عملتهم بغير ريل. اوكي كتير مهضومين، بس انه هيدي قلت انا شو بلا ذوق معقول بجيب ليها بلاستيك مطعوجة؟ وكيف طعجت من ميلي ما طعجت من تاني ميلي؟ طلعت انا ازاز. عايش كتير بتشوف كتير، بس وين عند مروان بالقنطرة.